مساء الخير، أنا الصبيحي الكاتب الإقليمي لحزب التقدم الاشتراكي لمدينة سلا. كما تعلمون الحزب الآن في هذه الفترة بالذات يستعد لإعداد المؤتمر الوطني 11 الذي سيكون في شهر نوفمبر يوم 11 12 13 نوفمبر إن شاء الله 2022. وفي هذا الإطار وفي هذا السياق هناك عملية لهيكلة جميع الفروع المحلية، ومن ضمنها الفرع المحلي لتبريكت الذي قمنا اليوم بهيكلته. ونهنئ الرفيق سويلم بوتوميت الذي مرة ثانية سيتحمل مسؤولية هذا الفرع المحلي. نتمنى له التوفيق في مهامه السياسية وفي مسؤوليته المقبلة. سويلم بوتوميت كاتب محلي لحزب التقدم الاشتراكي في تبريكت. هذا الجمع العام ديال الفرع المحلي لحزب التقدم الاشتراكي في تبريكت يأتي في إطار الاستعداد للمؤتمر الوطني 11 لحزب التقدم الاشتراكي المزمع انعقاده في منتصف نوفمبر المقبل. هذا الجمع العام الذي نعقده اليوم في تبريكت تحت شعار نفس جديد في الفيع السياسي الترابي، نهدف من خلاله لإعادة هيكلة الفرع المحلي وبث نفس جديد في هياكله من أجل إعطاء وضخ نفس جديد في الفيع السياسي على مستوى مقاطعة تبريكت. الهدف أيضا هو يعني انفتاح اكثر على المواطنات والمواطنين للاشتغال معهم على القضايا ديالهم الراهنه التي يعايشونها، لا سيما اليوم امام ما يعرفه المغرب او خارج المغرب جراء الحرب ما بين روسيا واوكرانيا وارتفاع الاسعار وغيرها. اذا نذهب في الفرع المحلي لحزب التقدم الاشتراكي في تبريكت بالاضافه الى فرع اقليمي كذلك، وجميع فروع الحزب على مستوى الوطني موحدون ومتراصوا الصفوف. هدفنا انجاح هذا العرس النضالي لإعطاء صورة جيدة على الفعل السياسي على المستوى الوطني. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.